أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا سالما موفقا من الشر معصوما. اللهم يا رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض، اللهم يا رب استرنا تحت الأرض، اللهم يا رب استرنا يوم العرض. اللهم يا رب بارك لنا في شيخنا، اللهم يا رب افني أسماءنا في اسمه ورسومنا في رسمه وذواتنا في ذاته بجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، إتماما لشرح كتاب مولانا الشيخ رضي الله عنه وأرضاه المسمى بالمحجة البيضاء، بعدما تحدثنا في المرة السالفة عن مقدمة الكتاب التي تحدث فيها شيخنا رضي الله عنه عن معنى كلمة نور، معنى تحدث عنها بمعنى يعني موجز. اليوم إن شاء الله نبدأ في الفصل الأول، وهو يعني فصل يتكون من عدة عناوين. فالفصل الأول يتحدث فيه رضي الله عنه عن آيات النور وأحاديث النور وأحاديث المحجة، أي الأحاديث التي تحدث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن معنى المحجة. والنور في اصطلاح الطريقة الكركرية، والمحجة في اصطلاح الطريقة الكركرية، ثم معنى البصر والبصيرة والفرق بينهما، ومعنى العلم أي ما هو العلم لحتى لا يختلف الناس في معنى العلم والعالم، ثم معنى العين لأن العين عين الحس وعين القلب، ثم تفسير قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. لماذا قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر ولم يقل فاسألوا أهل العلم واسألوا أهل الفقه؟ فلماذا الله جل وعلا اختص هذا الاختصاص فقال فاسألوا أهل الذكر؟ ثم يحدثنا أيضا سيدنا الشيخ في هذا الفصل الأول من الكتاب عن قميص يوسف، عن قميص يوسف وسره، ما قال ألقه على وجه أبي يرتد بصيرا، فما علاقة القميص بالبصيرة؟ ثم كذلك تفسير قول الله تعالى ألم ترى، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام كلما يخاطبه رب العزة من مقام يقول له ألم ترى، فلا يقول له ألم تسمع وألم يقول لك ألم، يقول له دائما بالمشاهدة ألم ترى ألم ترى ألم ترى. فهذا يعني بمجمل الفصل الأول. فنبدأ إن شاء الله يعني كل مرة نقرأ آية من آيات كتاب الله، وآية وحديث من أحاديث النور، ثم نبدأ في الشرح. فالله جل وعلا تحدث في أكثر من 30 موضعا في كتابه العزيز عن كلمة نور، ودائما ما يربط النور يربطه بالهداية، ويربطه بالتقوى، ويربطه بمعرفته. فيقول الله جل وعلا في أول آية تحدث عنها يعني تحدث عن النور في كتابه العزيز في سورة البقرة الآية 17، يقول جل وعلا مثلهم كمثل الذي استوقن نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا في حديث عن النور فيقول جل وعلا، والحديث في صحيح ابن حبان في كتاب البر، يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول
هناك عباد من عباد الله ليسوا بأنبياء لكن يغبطهم. الغبطة هي يعني ليست مثل الحسد، لأن الحسد تتمنى أن تزول النعمة عن الشخص ثم تكون عندك، لكن الغبطة تتمنى ما عند الشخص أن يكون عندك. فهؤلاء العباد يغبطهم الأنبياء والشهداء وهم أعلى المقامات عند الله، فيقول إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم؟ علنا نحبهم. فقال عليه الصلاة والسلام هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا انتساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي هذا الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء، لكنهم عند الله في مقام عال، في مقعد صدق عند الله جل وعلا. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم تحابوا بنور الله من غير لا رحم ولا انتساب بينهم. فشيخنا رضي الله عنه وأرضاه يعرف معنى النور، ما معنى هذا المصطلح نور، حتى لا يقع يعني ما يسمى في اللغة بالتدليس، فحتى لا يتدلس المعنى ولا تختلط المعاني على الناس في معنى كلمة نور، لأن هناك فرق بين النور والنور، وهناك الفرق بين النور والضياء. فالرسول عليه الصلاة والسلام ولا في مصطلح القرآن الكريم فرق في غير ما مر بين كلمة نور وكلمة ضياء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصوم نور والصبر ضياء. فهناك فرق بين النور وبين الضياء، هناك فرق بين نور ونور. فيقول شيخنا في معنى كلمة نور في اصطلاح الطريقة الكركرية، فالنور هو الكاشف لكل مستور، المظهر لكل خفي، المنزه أو المنزه عن الكم والكيف والجهة واللون والأين. فالنور هو الذي يكشف كل مستور، والمستور هو ما ستر عن الإنسان أو ما استطر عنه أو ما يعني اختفى عن بصيرته أو عن بصره. فالنور هو الكاشف لهاته المستورات، لهاته المخفيات، هو المظهر لكل خفي، وهو المنزه عن الكم أي لا يقدر، والكيف أي لا يكيف، وعن الجهة أي ليس له يمين ولا يسار ولا علو ولا سفل ولا أمام ولا خلف، أي منزه عن الجهة، ومنزه أيضا عن اللون، ومنزه عن الأين. وهو الروح الأعظم المفني للظلال ومظهر الشيء للعيان، فهو حقيقة تلك الروح المنفوخة في آدم عليه الصلاة والسلام، عليه وعلى نبينا ألف صلاة وألف سلام. فالله جل وعلا لما خلق سيدنا آدم وجعله صلصلا كالفخار ما أمر الملائكة بالسجود لسيدنا آدم، لأن السجود لم يكن لصلصليته وإنما لتلك الروح المنفوخة في آدم عليه الصلاة والسلام، لتلك القبضة النورانية التي استقرت فيه. لذلك لما نفخ الله عز وجل فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود، فما كان السجود إلا لحقيقة تلك الروح، إلا لذلك النور المنفوخ في سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. فهو الروح الأعظم هذا النور، وهو المفني للظلال، لأن الشيء إذا قام له النور من جهة كان الظل والنور
والشيء دائما على استقامة، دائما الشيء المضاء وذلك المضيء وظل المضاء دائما يكونون على خط مستقيم، لكن إذا هذا الشيء دخل في وسط النور أو أحاط به النور من كل جهة أفنى ظله فيه. فلذلك شيخنا رضي الله عنه قال عن النور أنه هو المفني للظلال وهو مظهر الشيء للعيان. فالشيء أو الشيئية هي ما تجلت لعين الحس، هي كل محسوس، فكل محسوس محسوس إلا وهو في الحقيقة قائما بنور الله جل وعلا. فسر قيومية الله جل وعلا أن هذا النور هو الساري في كل شيء، هو الظاهر بكل شيء، فما كل شيء شيء إلا وهو قائم بنور الله جل وعلا. لذلك قال فيه مظهر الشيء للعيان، أي للعيان أي للمبصر، فهو الظاهر بنفسه أي لا يحتاج أن يظهره غيره، المظهر لغيره، وهو الجوهر البسيط. الجوهر هو لب الشيء، والبسيط أي أنه غير مركب، فما هو مركب من شيئين أو ثلاثة أشياء أو أكثر، وإنما هو بسيط، بسيط جوهري، المعلوم بديهة لأنه حقيقة الفطرة، الموجود حقيقة لأنه عين حقائقنا، فهو مطية العارفين إلى رب العالمين. فهذا النور هو المطية، المطية يعني ذلك البراق الذي يحمل أهل الله تعالى إلى ربهم، فهو تلك المطية لمعرفة الله جل وعلا. فمن أراد معرفة الله فعليه بنور الله جل وعلا، وهو طبع الروح وظل السر وكنه المعنى وعين اليقين وصفة الحق الأزلية القائمة بذاته الظاهرة في عالم الإمكان بمبدأ الوجود والإدراك المتجلي في صور الممكنات. فنور الله جل وعلا هو حقيقة الروح المنفوخة في آدم عليه الصلاة والسلام، فهو طبع أرواحنا، وهو ظل السر أي هو المعبر عن سر الله جل وعلا. لما كان السر منزها عن الشيئية، منزها عن كل شيء، منزها تنزيها مطلقا، كان النور ظل السر أي به يفهم حقيقة الأسرار وبه تدرك حقائق المعاني. فهو كنه المعنى أي هو عين المعاني وعين اليقين، لأن الإنسان قبل أن يفتح الله قلبه على يد شيخ واصل يكون لديه أو يكون من غير يقين، لأنه لا يكون في شهادة لا لحقائق الوجود الدالة على الله تعالى ولا لحقائق الشرائع الدالة على رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما يفتح الله عين قلبه بنور الله جل وعلا يكون في عين اليقين، أي يفهم معاني وجود الله جل وعلا ومعاني حقيقة رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا النور هو صفة الحق، صفة أزلية لقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض. فهذا النور هو مجمع صفات الله جل وعلا، جمعها فقال الله نور السماوات والأرض، فهي صفته القائمة بذاته الظاهرة في عالم الإمكان أي عالمنا، لأن العوالم هناك عالم إمكان وعالم وجود، فالظاهرة في عالم الإمكان بمبدأ الوجود والإدراك المتجلي
بكل صور الممكنات أو بصور الممكنات. فهو المتجلي بصور الممكنات، أي هذا النور تجلى بكل صورة تراها العين، بكل صورة يدركها الحس، بكل صورة يفهمها العقل. فكل صورة صورة إلا وحقيقتها أنها نور، لكن هذا النور سريان منزه تمظهر بكل صور الممكنات، فظهر بكل شيئية في عالم الإمكان. وهو عند أهل التحقيق أول مخلوق مجرد عن المادة، ومداد القلم، والواسطة البرزخية بين الحديث والقديم، وشراب الوصل الممد للاعتبارات والتعينات حقائق سر الوجود. فنور الله جل وعلا هو حبل الوصل بين عالمي الوجوب والإمكان، بين عالمي القدم والحادث. فعالمنا الذي نعيشه هو عالم الحادث، لأننا حادث. الحادث هو يعني الذي لم يسبقه، يعني هو سبقه زمن وسيأتي بعده زمن، لكن القديم هو الأول الآخر، هو الظاهر الباطن، هو الله جل وعلا. فالوصل، حبل الوصل بين العبد والرب، بين المخلوق والخالق، هو نوره جل وعلا، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو حقيقة ذلك النور المنفوخ في آدم عليه الصلاة والسلام. فنور الله جل وعلا هو حبل الوصل بين عالم القدم وعالم الحدوث أو عالم حدث، بين عالم الوجوب وعالم الإمكان. وهو شراب الوصل، شراب العارفين، وهو الممد للاعتبارات والتعينات حقائق سر الوجود. فهو الممد لكل ما تراه العين، لكل ما استوى على وجه هذه البسيطة من جبال وأشجار وأنهار، من مخلوقات، من طيور وحشرات وإنسان وحيوان. فهذا النور هو الذي يمدها أسرار وجودها وأسرار قيوميتها وأسرار تشكلاتها وأسرار اختلافاتها. فكل ما يوجد في الكون، كل ما يظهر للعين، كل ما يراه الإنسان، ما هو في الحقيقة إلا نور تشكل على قوالب أسماء الله جل وعلا. ففي الحقيقة ما يوجد في الكون إلا نور الله جل وعلا. وهذا تعريف لسيدنا الشيخ لنوره للنور في اصطلاح الطريقة الكركرية. ويقول أن هذا النور هو عند أهل الطريق صفة قائمة بالذات، لا هي عينها ولا هي غيرها. نسأل الله جل وعلا أن ينور لنا قلوبنا. اللهم يا ربي نور لنا قلوبنا ونور لنا قوالبنا. اللهم يا رب ارزقنا من بين أيدينا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، وأعطنا من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وأعظم لنا نورا.